بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، نتابع الدرس الخامس، التمدد والقيمة المطلقة، حيث قسمنا التحويلات الهندسية إلى 4 أفكار: الإزاحة والانعكاس في الفيديو السابق، التمدد والقيمة المطلقة في هذا الفيديو. تعالوا نشوف التمدد الرأسي والتمدد الأفقي. التمدد الرأسي إذا كانت إيه عددا حقيقيا موجبا، فإن منحنى الدالة دي إكس بيساوي إيه ضرب اف اوف اكس. ملاحظين هنا يا اولاد الاي مضروبه في الداله، يعني ايه في الواي. هنقسمها الى توسع راسي لمنحنى اف اكس اذا كانت قيمه الاي اكبر من 1، وتضييق راسي لمنحنى اف اكس اذا كانت الاي محصوره بين 0 و1، يعني كسر. يبقى انا بتكلم على قيمه مطلقه للاي. طيب لو لاحظت حضرات ايه اف اوف اكس اكبر من 1، هنتلاقي هنا توسع راسي. هنا هنلاقيها تضييق راس. واحد يقول لي يعني ايه توسع راس وتضييق راس يا استاذ؟ هقول البعد عن محور اكس، كلما ابتعدنا عن محور اكس يبقى اسمه توسع راسي. طب لما اجرب من محور اكس، النقطه هنا بقت هنا، يبقى اذا المسافه ما بين محور اكس قلت، يبقى ده تضييق راسي. اذا كان ايه عدد حقيقيا موجبا، فان منحنى الداله اف اوف اي اكس، ملاحظين ايه فين؟ جوه القوس. دي تضييق افقي لمنحنى الداله اف اكس اذا كانت ايه اكبر من 1، وتوسع افقي لمنحنى الداله اف اوف اكس اذا كانت الايه محصوره بين 0 و1، يعني عكس هذه يا اولاد. هنا الايه اكبر يبقى توسع راسي، هنا الايه اصغر توسع افقي، هنا الايه كسر بين 0 و1 تضييق راسي، هنا الايه اكبر من 1 تضييق افقي. طب واحد يقول لي يعني افقي يعني القرب او البعد من محور واي يا استاذ؟ لو الاي اكبر من 1، ملاحظين يا اولاد المسافه اللون الازرق دي المنحنى الاصلي، الاخضر هو التمدد. ملاحظين حصل ايه يا اولاد؟ يضيق افقيا، يعني المسافه بين محور واي اقل. طب هنا يتسع افقيا، يعني المسافه مع محور واي بعدت يا شباب، كانت المسافه ديت اهي اصبحت المسافه هذه كلها. طيب تعالوا نشوف التمدد، قسمناه الى راسي وافقي. العدد ايه بره يبقى راسي، العدد جوه يبقى افقي. الايه توسع لو كانت ايه اكبر من 1 توسع راسي، لو كانت الاي كسر بين 0 و1 تضييق راسي. طيب لو هنا الاي كانت كسر توسع افقي، لو الاي اكبر من 1 تضييق افقي. ادي ملخص التمدد. مثال 4، عين الداله الرئيسيه الام اف اوف اكس للداله دي اكس في كل من ياتي، ثم صف العلاقه بين المنحنيين ومثلهما بيانيا في المستوى الاحداثي. يا حضرات لو لاحظتوا الداله اللي موجوده امامك، ربع اكس تكعيب، الداله الام اكس تكعيب زي اللي احنا قلناه. طب العدد ربع مضروب في الداله ولا داخل القوس؟ لا بره يا استاذ. انا سامع واحد بيقول يا استاذ طب الربع هذا يبقى انا بشتغل على مين يا استاذ؟ على الحاله الاولى. ملاحظين ان الاي بيكسر اكبر من 1 ولا بين الصفر والواحد؟ سامع طالب بيقول بين الصفر والواحد، يبقى اقول تضييق ولا توسع؟ لا تضييق راسي. طب اذا على صورة A F of X، وبالتالي التمدد هيكون رأسي. طب أستاذ الربع الدالة الأم، هو جالس له الدالة الأم F X بتساوي X تكعيب، طب الربع هذا معناه إيه يا أستاذ؟ إنه بين الصفر والواحد، معنى ذلك التمدد تضييق رأسي. أدي المطلوب منك، ثم مثلها بيانيا. تعالى كده نشوف تمثيلها بياني. الدالة التكعيبية رسمتها الأم، وآدي التضييق الرأسي، يعني المسافة دي الواحد واحدة تصير هنا يا شباب في المكان هذا. طيب إذا معنى كده لو جينا أخذنا المثال الثاني، سالب 2 من 10 إكس لكل تربيع، نلاحظ إن 10 جوه ولا بره؟ لا داخل الجزء. وفي إشارة سالب، مالكش دعوة بالسالب دي، دي في الانعكاس. لو جينا بصينا على الدالة اللي موجودة أمامي داخل القوس، يبقى أنا بشتغل على الحالة الثانية على الصورة f of ax، يبقى التمدد افقي. طيب حددنا التمدد افقي، الداله الام اف اكس بتساوي اكس ايه؟ تربيع. طب استاذ 2 من 10 يعني بين الصفر والواحد، احنا في التوسع ولا في التضييق يا استاذ؟ لا توسع، توسع افقي. طب نيجي على رسم المنحنى، الداله التربيعيه الام اكس تربيع و 2 من 10 اكس لكل تربيع، ثم انعكاس حول محور اكس، ملاحظين الاشاره السالب، انعكاس حول محور اكس، يبقى المنحنى النهائي هيكون دي اكس بيساوي سالب 2 من 10 اكس الكل تربيع. طيب نص صحيح اكس، النص بره ولا جوه يا استاذ؟ لا بره يا استاذ. اذا معنى كده احنا نشتغل على
الافق ولا الراسي؟ لا الراس. تضييق ولا توسع؟ تضييق راس. طب هنا 5 على اكس زائد 3 منحنى الداله هو توسيع راس منحنى 1 على اكس، معموله 5 وحدات، وعندي انسحاب 3 وحدات لايش؟ لاعلى. طيب نشوف ديت صحيح اكس ناقص 4. طب ديت الابعاد عدد اكبر من الواحد هنا او عدد اكبر من الصفر واصغر من الواحد، وبالتالي مفيش حاجه هنا اللي معامله واحد، اذا مفيش تمدد ولكن في ازاحه الى يا شباب الى اسفل 4 وحدات. واضح يا رجاله؟ نيجي على الجزء الثاني، تمثيل الدوائر متعدده التعريف بيانيا. مثل الداله بيانيا، مديني داله متعدده التعريف وعاوز يمثلها بيانيا. نلاحظ هنا يا شباب عندي 3 تعريفات، 3 اكس تربيع اكس اقل من سالب 1، الداله الام اكس تربيع، ادي رسمتها. طيب ولكن انا بقول اكس اقل من سالب 1، توسع راس 3 وحدات، عملنا التوسع الراسي. عندما اكس اقل من سالب 1 يبقى انا عندي سالب 1 و 3، سالب 1 و 3، يعني هنا يا شباب واجي ارسم الجزء هذا بس والباقي خلاص هينشال، واحنا كده رسمنا الجزء الاول من الداله. طيب اف اكس بتساوي سالب 1، الجزء الثاني ما بين سالب 1 و 4 دي داله ثابته، ما بين سالب 1 اف اوف اكس بتساوي سالب 1. طيب من بين سالب 1 و4، ادي سالب 1 و4 يا استاذ سيد، معنى كده ان احنا هنعمل ايه؟ هناخد الجزء هذا بس وفي علامه يساوي، يعني هتكون نقاط مغلق. طيب فاضل لي الجزء الاخير، اكس ناقص 5 تكعيب زائد 2 والاكس اكبر منها ويساوي 4. يا حضرات لو بصيت على الداله الام اكس تكعيب، هنرسمها، ادي الداله التكعيبيه رسمتها. طيب ولكن انت عاوز هنا انسحاب 5 وحدات لليمين، ادي خدها 5 وحدات لليمين، ثم انسحاب راس 3 وحدات الى اعلى، رحنا الاعلى 3 وحدات، ولكن عاوز مين؟ الجزء اللي اكبر من 4 بس. نيجي على الجزء اللي اكبر، عندما اكس ب4 قيمه الداله عوض 4 ناقص 5 يديني سالب 1، سالب 1 تكعيب سالب 1، سالب 1 زائد 2 بيديني 1. يبقى 4 1، ادي عند النقطه 4 1، واحذف الجزء المتبقي هذا، يبقى الرسمه الاخيره هي اللي امامك، وحاجه ممتازة جدا وسهلة وبسيطة بدون ما اعمل جداول ولا تعويضات ولا أي شيء. السؤال التالي، تحقق من قيمة 5 إيه؟ بص يا حضرات برضه متعددة التعريف، إكس ناقص 5، دالة خطية، إكس تكعيب، دالة تكعيبية، دالة مقلوب. هنبدأ نمسكهم جزء جزء، الدالة الأولى إكس ناقص 5، الدالة الأم إف إكس بتساوي إكس. رسمنا الدالة الأم ولكن إكس أقل منها ويساوي صفر، الصفر يا أستاذ. اعوض بالصفر، 5 وحدات لاسفل، الله رزق، 5 وحدات لاسفل. طيب ولكن هناخد الجزء اللي اقل من الصفر فقط يا استاذ، عند اكس بصفر يطلع سالب 5، ومعنى ذلك هيبقى صفر وسالب 5 نقطة بدايتي، وهحذف الجزء اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو المتبقي من المنحنى، انا عاوز الجزء هذا فقط. طيب مين ناخد الجزء الثاني، اكس تكعيب، اكس اكبر من الصفر واقل منها ويساوي 2، ارسم دالة تكعيبية، دالة ام. رسمناها عند اكس بصفر اف اكس بصفر. طيب يبقى صفر وصفر، وعند الاثنين 2 تكعيب ب8 يبقى 2 و8، ادي عند 2 و8 واحذف الجزء المتبقي من المنحنى، يبقى دي الجزء اللي انا عاوزه بس. نيجي على 2 على اكس واكس اكبر من 2، دالة مقلوب، رسمنا دالة المقلوب، لاحظين احنا بنعمل ايه؟ برسم الدالة الام وبعد كده بشوف الجزء اللي انا عاوزه اكس اكبر من 2، طب عندك توسع راسي، عملنا توسع راسي، ثم اكس اكبر من 2، اكبر من 2، سمع الطالب بيقول لي يا استاذ ابدا بالاثنين، اعوض 2 على 2 فال 1، يبقى النقطه 2 و1، الجزء اللي انا عاوزه هذا فقط والباقي هينحذف، وكده رسمنا الداله متعدده التعريف. نفس الفكره يا شباب، هنبدا الجزء هذا داله تربيعيه، داله ثابته، داله قيمه مطلقه، الداله الام اف اكس اكس تربيع، هنبدا حضرات انسحاب 6 وحدات الى اليسار، هنعوض عن اكس بسالب 5 ويطلع القيمه اكس واي ب1، سالب 5 زائد 6 يديني 1، 1 تربيع ب1، ادي عند السالب 5 و1، واخلي الجزء الاقل منه والباقي احذفه. طب واحد يقول لي يا استاذ خلي الدائره مفتوحه ليش؟ عشان ما فيش علامه يساوي.
السبعة دالة ثابتة من سالب خمسة إلى اتنين، آخد من سالب خمسة إلى اتنين فقط، والجزء المتبقي أحذفه. دالة القيمة المطلقة إكس ناقص أربعة إكس أكبر من اتنين، ناخد القيمة المطلقة. الدالة الأم إزاحة لليمين أربع وحدات، نبدأ بالنقطة اتنين، اتنين ناقص أربعة اتنين يبقى اتنين واتنين، ثم نحذف الجزء المتبقي وهذا الجزء الباقي من الرسم. مثال من واقع الحياة، أنا عندي دالة، الدالة دي موجودة أمامك. واحد هيقول يا أستاذ أنا هاخد سالب واحد على 15 عامل مشترك، هيديني الدالة، أعمل إكمال مربع، هيطلع لي سالب واحد على 15 إكس ناقص 30 تربيع ناقص 915. واحد هيقول يا أستاذ طب السالب ليه انعكاس، وده تمدد، ودي إزاحة إلى اليمين، ودي إزاحة إلى أعلى. تعالوا شوف الكلام ده، الدالة الأم إكس تربيع ثم تمدد واحد على 15، انعكاس حول محور اكس يعني هنقلب المنحنى، ناقص 30 انسحاب افقي 30 واحدة لليمين، ثم ازاحة الى اعلى 61 واحدة، وبالتالي هذا هيكون هو الرسم النهائي للدالة. تحقق من فهمك برضو نفس الكلام، جذر اكس على 11، الدالة الام جذر اكس، نكتب الدالة على 11 زائد اكس ضرب اكس. طب الداله اي اكس على الصوره اف اي اكس، يبقى التمدد هنا افقي ولا راسي يا استاذ؟ افقي. كسر ما بين الصفر والواحد يبقى توسع افقي. خلاص شباب؟ الداله تصف مرور التيار في مصباح مقاومته 15 اوم هي جذر اكس على 15. التحولات الهندسيه مع دوال القيمه المطلقه، شباب عندك القيمه المطلقه على الداله بره وداخل الداله جوه. طب هنا هيحصل ايه؟ يغير هذا التحويل الهندسي اي جزء من حيث ده لا يقع تحت محور اكس ليصبح فوقه بالانعكاس حول محور اكس، يبقى الجزء الاسفل يطلع فوق. طيب لو حضرتك بصيتوا على المنحنى امامك ده، ده اللي هنا الاسفل، ايه اللي هيحصل؟ الجزء هذا يا اولاد اللي هو اسفل محور اكس هيحصل له انعكاس يصير اعلى محور اكس بالجزء هذا. طيب نيجي هنا بالنسبه للقيمه المطلقه على الاكس، لو قال لك اعمل لي تحويل قيمه مطلقه والقيمه المطلقه بتاع الاكس، يغير هذا التحويل الهندسي جزء منحنى الداله الموجود الى يسار المحور واي، ويضع مكانه صوره جزء المنحنى الواقع الى يمين المحور واي بالانعكاس حول المحور. يعني ايه؟ يعني بيحذف الجزء الموجود على يسار الواي ثم يحدث انعكاس حول محور واي للجزء المتبقي. نشوف كده شكل امامي، الداله التربيعيه مثلا هاجي على الجزء هذا احذفه، ثم الجزء المتبقي هذا اعمل له انعكاس حول محور واي يديني الصوره اللي امامك دي، اهو الجزء المتبقي اهو، ثم انعكاس على محور واي. مثال على المساله اللي امامك، ادي منحنى الداله الاصلي اللي هو المساله، عاوز هنا يعمل له قيمه مطلقه في الخارج، اعمل له انعكاس الى اعلى الجزء هذا والجزء هذا. طيب لو عاوز يعمل الكلام ده للداخل، هيحذف الجزء المتبقي ثم يحدث انعكاس حول محور واي. نفس الفكرة يا شباب، ادي المسألة القيمة المطلقة خارج والقيمة المطلقة داخل، هيطلع الجزء اللي تحت أعلى، وهنا هيعمل إيه يا شباب؟ الجزء المتبقي هيحذفه ويعمل انعكاس حول محور واو. نفس الفكرة للجانب، عرض بس مثال خمسة ذكرناه سابقا وشرحناه بالتفصيل، وتحقق من فهمك شرحناها سابقا يا شباب للتوضيح فقط للطالب اللي ما فهمش. السؤال السؤال خمسة دي برضه شرحناه في السابق، ما ابغى اعيده تاني. الواجب تدرب وحل المسائل اللي موجوده امامك، واي شيء اصعب عليك حله نرجو الاتصال. معكم الاستاذ السيد عبد الغني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.